لله الحمد لله، هذا شعور بالافتخار ما كيحس به الا الواحد اللي كيوصل لهذا الاحساس، هذا المرتبه هذه، والتشريف هذا التشريف الحمد لله على واحد المجهودات ديال السنوات ولا الوليدات والتعب ديالهم، والحمد لله الحمد لله، هذا افتخار وهذا امر من الله سبحانه وتعالى المجهودات ديالنا، والحمد لله الحمد لله. هذا شعور غريب ولكن الحمد لله. طبعا بالطبع الحمد لله الحمد لله، ديما التفوق راه ملي كتكون النتيجه مزيانه وكتكون هدف، فهذا افتخار وواحد الاحساس الحمد لله، كواحد الشعور كتحس به انه جزاها الله على التعب ديالها وعلى التعب ديالنا وعلى التعب ديال الاطر كلها التربويه ولا الاداريه ولا الاقوان ديالها ولا العائله ديالها، والحمد لله. كيكون اولا كيكون مسانده معنويه وماديه ولوجيستيكيه، وخصك توفر لها جميع الظروف وخصك تساندها في الاوقات اللي كانت صعبه اللي كتمر بها، ماشي سهل ولكن الحمد لله. استمراريه، كتكون استمراريه والثقه. كنتمنى لهم الوليدات مع عمرك الحمد لله، كدير واحد المجهود وكتسانى كلها، وربما لظروف ما استطعتيش انك تجتاز الامتحان ديالك، فالحمد لله عندك واحد الفرصه ثانيه خصك تستغلها احسن استغلال، وخصك توصل وخصك تفرح راسك اولا، وعاد تفرح والديك وتفرح وعمل، والله سبحانه وتعالى غادي يجازيكم على الامتحان ديالكم ان شاء الله. بالنسبه لاولياء الامور، اولياء الطلبه والتلاميذ، وخص مواكبه نفسيه بعد الاباء، راه ماشي سهل انك يكون عندك وليد وكنت باغي يوصل وباغي يقرا وباغي، ولكن خصك تخفف عليه بزاف، لان الضغوط اللي عليه هو اكثر من اللي عليك انت، وما خصكش تبين ليه، واخا يكون عندك انت الضغط خصك تبين ليه بواحد الثقه صراحه، وخصك تخليه في اريحيه وخصك يخدم، والحمد لله داكشي اللي بغاه الله سبحانه وتعالى غادي يوصل ليه. هذا هو اللي ما تضغطوش على وليداتكم، ما تضغطوش على نفسكم، والحمد لله هذه غير نتيجه وغير باب، والاستمراريه من بعد والنجاح كيجي من بعد ان شاء الله. ما غيكون الا شعور ديال الفخر والاعتزاز والفرح بواحد المجهود اللي دام سنوات، اللي هي اشتغلت على ذاتها، لان بسمة من صغرى وهي كتبغي الدراسه، كتبغي تقرا بزاف، ويعني كان واحد الاشتغال صراحه، هي اشتغلت على راسها بزاف بحكم يعني الطبيعه ديالها كانت مؤهله انها يعني تنمي القدرات ديالها، سواء على المستوى الدراسي او على المستوى يعني الثقافه العامه اللي عندها من خلال الاطلاع، عندها واحد المكتبه تبارك الله. وبالنسبه لنا حنايا كاباء يعني ما كنظنش درنا شي حاجه اللي خارقه للعاده، فكانت يعني مواكبه من ناحيه ان وجدنا لها المحيط العائلي والاسري اللي ما فيش مشاكل، ما كاينش صداع هذا، وكنا كنحاولوا اننا نعطيوها واحد المساحه صغيره ديالها اللي تقرا فيها تشتغل فيها، واللي حنايا كنا كنركزوا عليه هو انها ما تنغمش في هذا الشيء ديال وسائل التواصل الاجتماعي، يعني تقضي وقت كبير في الطابلات في التليفون، غير هذا يعني كانت امور عاديه ما كانش ضغط كبير، لان هي ماشي من النوع اللي كتقدر تسهر بزاف وما كتنوضش بكري، يعني كان الاشتغال عندها بصفه عاديه يعني ماشي كنفرق بين الضغط والاضطهاد، لان تقدر تضغط على الطالب على ولدك باش يعني يمشي في واحد البلانينغ دو بريباراسيون يكون ان بو دونس لي ديرنيغ ديك الشهر الاخير، اما باش يكون اضطهاد نفسي وارهاب نفسي، هذا هو اللي انا ضده، والحمد لله لان كيعطي مشكل تعطي نتيجه عكسيه، اما باش تحمسوا وتحفزوا وتحاول انك تواكبوا وتاثروا من ناحيه استغلال الوقت في المرحله الاخيره، فكنظن بانه واجب ديال الاباء ضروري المواكبه النفسيه، لان ما يمكنش عندك واحد الطالب في الدار كيوجد واحد الامتحان اشهادي كبير وانت يا جالس معاه ماشي انديفيرون كي تنقول، يعني لابد يعني كتوفر له جميع، انت ما غاديش تقرا في بلاصتو ولكن كتوفر له جميع الظروف الاسريه، حتى الا كان شي مشاكل خصهم ميكونوش اصلا، كلشي كيتاجل حتى يدوز داك التلميذ الامتحان ديالو بنجاح. الاستدراكيه هي فرصه ثانيه، يعني راه الامتحان الباك راه امتحان عادي، الاستدراكيه فرصه ثانيه وممكن يجيب نقاط احسن من داكشي اللي كان غايجيبو في الدوره العاديه، كنطلب منهم غير المثابره وما يفقدوش الامل.